كون هذا تحت حكم الله، تحت قدرة الله. والله لا غني يملك النفع والضر، ولا طبيب ولا ملك، كلهم مأمورون بأمر الله سبحانه وتعالى. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، حياكم الله وإياكم مع هدايات الجزء السابع من كلام الله سبحانه وتعالى، وما ألذ العيش مع كلام الله سبحانه وتعالى. فتح هذا الجزء بالحديث عن ترتيب العداوات مع غير المسلمين. قال الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. انظر سبحان الله هذه العداوة كيف تظهر الآن في تعامل مثلا اليهود مع إخواننا مثلا في فلسطين. قمة القسوة والعداوة والتدمير، بلا رحمة بلا شفقة بلا إنسانية بلا معايير، يعني أي معايير. وهذا يصدق قول الله سبحانه وتعالى: نسأل الله أن ينصر إخواننا هناك وأن يهلك أعداءهم. ثم مع هذا الحديث عن هذه العداوة يستثني الله دائما يا جماعة. والله يا إخوان هذا يعني هذا درس لنا، يعني في أن يكون الإنسان متوازنا. عندما تكره شخص أو تكره قوم لا تعمم يا أخي. على طول جاء بعدها حديث عمن هداهم الله من أولئك القوم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى رسول ترى عيونهم تفيض من الدمع. حديث على أولئك الذين اهتدوا من أهل الكتاب. فليس كل من كان يهوديا وصرانيا يعني هو عدو. قد يهديه الله عز وجل، قد يتوب الله عليه، قد يكون من خيرة خلق الله سبحانه وتعالى إذا تاب الله عليه وهداه إلى الإسلام. ثم بعد ذلك الحديث عن هذا الداء العظيم، داء الخمر، وخطر على المجتمعات. يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الخمر يا جماعة داء خطير، أم الخبائث والله، ومن شربها يعني فقد توعده الله بوعود خطيرة ومخيفة. فعلى المسلم ألا يضحي بعقله لأجل رفقة، لأجل صداقة، لأجل كذا، لأجل كذا. عقلك أمانة فحافظ عليه. أيضا من هدايات هذا الجزء المبارك قول الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. بعض الناس يعني إذا يقيم الأشياء بحسب الأكثر، فإذا رأى الناس يشجعون شيء أو يحبون شيء أو يجري وراءه، لا، يجب أن تميز بين الخبيث والطيب، ولا تغرك الكثرة، فإن الكثرة مذمومة في كثير مواطن القرآن. الكثرة ليست دليل على الهداية. أيضا من هدايات هذا الجزء المبارك الحوار الجميل الذي دار بين الله عز وجل سبحانه وبين عيسى عليه السلام، تذكيره بنعم الله سبحانه وتعالى، ثم تذكيره بما وفق إليه الحواريين من الإيمان، ثم ذلك الحوار المخيف: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. أين الذين يعبدون عيسى عن هذه الآيات العظيمة؟ ننتقل بعد ذلك إلى بداية سورة الأنعام، وهذه السورة من السور العظيم، وموضوعها موضوع سورة الأنعام يتحدث عن توحيد الربوبية. توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله جل وعلا، يعني بآياته في الكون. فكثيرا ما سيمر بنا في هذه السورة المباركة الحديث عن الكون وما فيه من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى. وانظر ماذا يقول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الكون هذا تحت حكم الله، تحت قدرة الله. والله لا غني يملك النفع والضر، ولا طبيب ولا ملك، كلهم مأمورون بأمر الله سبحانه وتعالى. أيضا من هدايات هذا الجزء المبارك قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. سبحان الله، الله عز وجل يربي نبيه صلى الله عليه وسلم على العبودية دائما، فلا يعطي نفسه أكبر من قدره. ترى أنا عبد لا أملك خزائن السماوات ولا أملك الغيب ولا أقول لكم إني ملك. بعض الناس اليوم يحب أن يعطي نفسه يعني أبها ويعطي نفسه منزلة أكبر من قدرها، وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من هدايات هذا الجزء المبارك الحديث عن ذلك العلم العجيب لله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلم. الله أكبر، كل شيء تحت نظر الله عز وجل. ثم الحديث عن إبراهيم الخليل وحواره مع أبيه وقومه، وكيف أنه استدل بالكون وبالكواكب التي يعبدونها على أنها مربوبة لله، وأن الرب هو الذي سخر هذه الكواكب سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: وجعلوا لله شركاء الجن. هؤلاء المشركون جعلوا الجن الذين هم عبيد الله جعلوهم شركاء لله. والله عز وجل يقول: بديع السماوات والأرض، مبدع خلق السماوات، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نسأل الله يرزقنا التوحيد الخالص، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير.